وحول اجتماع وزراء الدفاع لدول الخليج العربية ووزير الدفاع الأمريكي، ينضم إلينا الزميل سالم الخثعمي من قصر الدرعية للمؤتمرات. أهلا بك سالم. أهلا سماح، وأهلا بالسادة المشاهدين لقناة الإخبارية. سماح، نتحدث إليك الآن من قصر الدرعية للمؤتمرات، حيث شهدنا قبل أقل من نصف ساعة المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بأمين عام مجلس دول التعاون الخليجي الدكتور الزياني. سماح، دعيني بعيدا عن الحديث عن الكثير من النقاط التي تتحدث بها القنوات، أريد أن أركز على نقطتين مهمة ذكرها دكتور الزياني في هذا المؤتمر الصحفي. ذكر أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي أن وزراء الدفاع أعربوا عن قلقهم جراء التدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة، أيضا الاتفاق على تدعيم التعاون الخليجي الأمريكي في مجال الدفاع الجوي. سماح، أيضا من الجانب الآخر، أيضا ذكر نقاط مهمة وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لمواجهة الانتهاكات الإيرانية، وذكر أن حزب الله هو أحد الأمثلة على المنظمات الإرهابية التي لها علاقة بإيران. أيضا ذكر أشتون كارتر بأن الولايات المتحدة تشجع جهود المملكة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وفي دول الخليج، وهي تساهم بكل شكل وشكل فعال جدا لمحاربة تنظيم داعش تحديدا. الجدير بالذكر سماح أن الرياض تشهد اليوم وغدا قمة خليجية أمريكية تتحدث عن ملفات مهمة في ظل الظروف السياسية التي تحيط بالمنطقة، من أبرزها الملف الإرهابي، هناك الأزمة السورية، هناك الملف اليمني، هناك التدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة. لعل هذه القمة الخليجية الأمريكية ستتناول العديد من النقاط المهمة سماح، التي إن شاء الله سنوافيها بالتغطية عبر شاشة الإخبارية خلال الساعات القادمة اليوم وغدا بإذن الله تعالى. هذا كل ما لدي سماح الآن من قصر الدرعية للمؤتمرات سماح. نعم سالم، شكرا جزيلا لك.